وللمزيد عبر الهاتف ينضم إلينا دكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن. يعني دكتور عمرو، كيف ترى استجابة السيد الرئيس لتوصيات الحوار الوطني فيما يخص بفترة الحبس الاحتياطي تحديدا؟ بالتأخير على حضرتك وعلى مشاهدينك الكرام، واسمحي لي يعني أنقل تحيات وتقدير قيادات حزب حماة الوطن و أعضائه على مستوى الجمهورية، وإشادة بما تم اليوم وبما تم التوصل إليه وبما وجه إليه سيادة الرئيس في استجابة سريعة تعني الكثير في تاريخ الدولة المصرية، وتعطي رسالة هامة أن القيادة السياسية هي أقرب ما تكون للشارع السياسي ولواقع المواطنين. نعم. لما تلمسه طوال الوقت من كثير من الهموم التي كان يئن منها الوطن، ومن الملفات الشائكة التي كان الجميع يتحاشى بل ويتجنب المساس بها أو الحديث عنها من حكومات كثيرة متعاقبة. نحن اليوم أمام لحظة حقيقة تاريخية في عمر الدولة المصرية، أن يكون عندنا حوار وطنيا فاعلا له مخرجات واقعية من قلب المجتمع المصري يرفعها للقيادة السياسية، ثم يخرج لنا رأس القيادة السياسية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشخصه بهذه الاستجابة السريعة وبهذا التوجيه الهام. نعم. الذي يؤطر لحقيقة فكرة بناء الإنسان بشكل واقعي. نعم 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 دكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي باسم حزب حماة وطن، شكرا جزيلا لهذه المشاركة.